بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. إذا كان هناك باب مسدود وانكسر هذا الباب فجأة، أو انفتح فجأة، الذي يحدث أن الماء الذي يقع خلف هذا الباب يتلاطم فجأة معا بدون أي نظام، ويتخبط ويتضارب ويحدث اصطراع. نحن في مصر نعيش منذ 60 سنة على مسألة فكرة الطريق المسدود، اللي هو سد الطريق أمام الناس. وبالتالي إذا سد الطريق أمام الناس أصبح ليس أمامهم إلا الكلام. يعني هم كانوا بيقولوا إحنا عندنا حرية صحافة مثلا، عندنا حرية كلام، الجرايد بتتكلم، التلفزيون بيتكلم، الإذاعة بتتكلم. إذا حبينا نفكر ونركز في الناس اللي كانوا موجودين جوه السجن، هنلاقيهم كانوا بيتكلموا برضو. هو اسمه مسجون، اسمه محبوس، مقيد الحرية. لكن أحيانا يرى أنه أكثر الأماكن حرية في مصر كان داخل السجن، بيتكلم بحريته. هيعملوا فيه؟ ياخدوه يحطوه في السجن؟ وهو في السجن فعلا. فبالتالي حرية التكلم ليست هي المعيار أو المقياس على وجود حرية من عدمه، ليست هي المعيار. لأنه ساعات يقول والله عصر عبد الناصر كان أظلم وأطغى وما كانش فيه كلام. هو فعلا كان عصر ظلم وطغيان وناس ما عندهاش كرامة. إنما لما يموت عبد الناصر ويجي واحد يقول للناس دردشوا، المسألة دي مش معناها انتقال من عصر القهر إلى عصر الحرية، لا يمكن يكون هذا هو المعنى. إضافة إلى نقطة في منتهى الخطورة، إنه ساعات الإنسان اللي عنده قهر يقول أنا بدل ما استخدم 1,000,000 عسكري أمن أستخدم 3/4 مليون، وبدل الربع اللي فاضلين دول أعمل تنفيس، يقوم ما يبقاش الكبت شديد، ما احتاجش عساكر أكتر، أو احتاج أخفض السطوة على العساكر الموجودين. فمسألة إن الحريات تزيد وتقل ولكنها في الآخر داخل نفس إطار القهر والكبت والمنع، دي مسألة أنا زعلان جدا من المصريين، زعلان جدا من نفسنا، إن في ناس متصورين إن ده له معنى. ده شيء مؤسف، هذا ليس له أي معنى إلا في حدود استراتيجية القهر واستراتيجية التسلط. طيب احنا بقالنا إذن 60 سنة في حالة من حالات إن الطريق مسدود، ما فيش حد قدامه طريق مطلقا إلا ما يمكن أن نسميه بالعامية الفلفصة، داخل واحد ماسكني فبحاول أرفص منه، إنما ما فيش في الحقيقة طريق. وعلى حين غرة، وهستعمل تعبير من وجهة نظري دقيق جدا، على حين غرة ظن الناس اليوم ان الطريق انفتح، وتصوروا انه فجأة ما كان مسدودا خلاص الحمد لله ما عادش مسدود والدنيا ماشية، وهنقدر نبني بلدنا ونتحكم في امورنا ونتولى امرنا بنفسنا وما الى ذلك. أمر طبيعي أن يحدث تلاطم، زي ما قلت لحضراتكم، تلاطم مفاجئ للمحابيس. ما هو دول كلهم كانوا محابيس، ففجأة الأفكار تطلع كلها، ويبتدي الناس اللي كانوا مشتركين في أنهم مقهورون أول امبارح يبتدوا النهاردة يخافوا من بعض، لأنه ده طالع بمنهجه اللي أنا شايف أنه خطر ودمار. وفي نفس الوقت
انا طالع بمنهجي اللي هو شايف ان هو خطر ودمار. هنا لازم نتكلم مع بعض، الناس يتكلموا مع بعض. المشكلة ان مفيش هدوء، مش هاديين، ما بيتكلموش بتجرد، مش هم عايزين يوصلوا للحق، لا، هو كل واحد خايف من التاني، فبيلحق بسرعة يلوث سمعته، يمنعه من الكلام، يفسر مواقفه بتفسير وحش اللي هو مش منطق ولا ثقافة ولا كلام حقيقي، ده مجرد ناس بيبوظوا سمعة بعض. دي مش انا اقدر ربنا سبحانه وتعالى خلتني اشوف يعني المرة 6 مرات متتالية، 6 مرات متتالية معركة انتخابات الرئاسة في امريكا في وقت اجراءها، يعني احضر المناقشات والمناظرات هناك. لا يمكن تتصوروا ان اللي بيجري حاليا ده اسمه مناقشة ولا منطق ولا حوارات ولا مناظرات، لا، ده مسألة انت بتقول كلام صح وانا مش عايز كلامك الصح يوصل، اعمل ايه؟ اقول لا، اصل هو قصده كذا، بس ده بره الموضوع، قصده كذا ده كلمة المقصد والخلفية، ده بره الموضوع. لكن لابد ان نعترف اننا من دول العالم الثالث فعلا، وان الناس بدل ما بتتناقش في صلب القضية بتتناقش في الحواشي اللي تخلي الناس ما تنتبهش لصلب القضية. دي مصيبة يا جماعة. عشان كده انا دائما اكرر ان المحنة الحقيقية حتى بين الاسلاميين وبين الاخرين مشكلة او محنة ثقافية، مش محنة عقائدية. محنة اني ما بعرفش اسمع كويس، ما بعرفش ارد على نفس النقطة اللي انت بتقولها، في نوع من انواع الجهل والتخلف الثقافي. انا اشكرك جدا، انا فهمت ان انت بتحييني، انا افتكرتك الاول يعني فجزاك الله خير. فانما لو اتفق الناس على المسلمات الثقافية الصحيحة، الحقيقة هيختلف الوضع اختلاف غير عادي، اختلاف فوق الوصف، يعني اختلاف كبير جدا في اللي هيفضلوا يوصلوا له. طيب دي نقطة مهمة خلاص. لكن النقطة التانية بقى، لكن زي ما اشرت من شوية، هو في حد اعصابه هادية علشان تقول لي ان احنا نبقى متقدمين ثقافيا ونتكلم صح؟ محدش اعصابه هادية دلوقتي، الناس كلها خايفة من بعض، مين اللي متفق مع المجلس العسكري ومين اللي ضده، مين اللي بينه وبين الاخرين صفقة في الظلام ومين اللي لا، مين اللي جاهز قبل كده ومين اللي لسه مش جاهز، مين اللي هيلحق ومين اللي مش هيلحق، مين. فالتفسيرات دي بتخلي كل واحد يقول يا ريت نقدر ان احنا ندشدش الدنيا على دماغ الناس علشان نعرف. اذا يا اخواني، نحن الان في توقيت نقدر نسميه توقيت محاولة من كل الاطراف، سرقة البلد او سرقة هذا الشعب وفكره وعقيدته ومفاهيمه، تتسرق بسرعة قبل ما الناس تهدى ويرجعوا يفكروا من اول وجديد. وانا علشان الكلام ما يبقاش عام كده، اقول لحضراتكم ان احنا لما قامت ثورة 23 يوليو، بعد شوية سنين حصل متغيرات مش موضوع اتكلم فيها، خلت البلد ارتمت تحت اقدام الشيوعيين، الاتحاد السوفيتي والشيوعية، ومن 58 وماشي الدنيا اتغيرت، واستمرت النبرة الاسلامية محظورة ومحرمة، وفضلوا الجماعة الإلحاديين، حتى المركز الثقافي السوفيتي اللي هو رسميا يتبع السفارة السوفيتية في مصر كان بيوزع ورق في الشوارع، حتى ورق ينفع لأطفال المدارس بيوزعوه على تلامذة المدارس الابتدائية وهم طالعين من المدرسة، يبقى طالع من المدرسة ياخد ورق كده، والشباب والناس يعني النبرة الشيوعية. اما جاء عصر السادات وبدأت انه لازم يحصل نوع من الحريات عشان يرجع المجتمع يترتب ترتيبة غير اللي كانت موجودة، الاسلاميين في الاول يعتبروا جانب يعني هو اللي تعبان، هو اللي ما عندهوش سطوة ولا سلطة ولا قبول ولا حاجة، وفي تيارات اخرى. لكن الحقيقة، وانا اقولها لكم بجد،
سنتين ثلاثة. وفعلا عشان كده بقول لك هم خايفين من الوقت ليه؟ سنتين ثلاثة أربعة لم يعد هناك في مصر، ودي حقيقة واقعة، إلا إنه الفكرة الإسلامية فكرة مسلمة تماما. الواقع ده يعجب بعض الناس، ما يعجبهمش، إنما ده أصبح الواقع. ليه؟ لأنك سبت وقت، أنت بتلو أو أنا، خليني أنا بلوث سمعتك، ماشي أنا بلوث سمعتك، فالناس مش مستعدة تسمعك، بتحط قطن في ودنها زي ما عمل الطفيل بن عامر، قال لا 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 يمكن أسمع محمد أصلا، منطق إيه والكلام ده، أنا مش هسمعه، وحط قطن في ودانه. التانيين ما حطوش قطن، حطوا صوابعهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وعشان ما يبقاش يبقى صوت وصورة، واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم بثيابهم، لا صوت يسمعوه ولا صورة يشوفوها. إنما بعد شوية الطفيل بن عامر ده نفسه قال لا على فكرة كده أنا مش راجل محترم، أنا كده مش محترم، هو أنا للدرجة دي؟ ده أنا عندي مخ ما أسمع وأقيم هيجرى إيه. لما نفسه عزت عليه شال القطن وسمع، لما سمع انبهر بنوعية الدعوة إلى البرهان العقلي. ده انت ما فيش حد غيرك مبسوط، الباقيين ابقى خليك معايا احسن يضربوني الباقيين. لا فانبهر، لا لا يعني احنا خلاص ممنوع نمنع التصفيق ان شاء الله، عشان الراجل يعني جزاه الله خيرا. لا مبسوط مني، جزاك الله خيرا، خدوا اسمه لو سمحتوا عشان انا بحب الناس المبسوطين مني دول والله الحقيقه يعني. فالرجل انبهر، ولما انبهر اسلم، وبقت له قصه طويله. هو ده اخواني المصيبه الثقافيه اللي بحكي لحضراتكم عليها دلوقتي، ان المجتمع دلوقتي فيه ناس مش عايزين يدوا وقت كفايه للاستماع، لانه لو حصل ان بقى فيه وقت كفايه للاستماع هيحصل المناقشه على حقيقتها، ويتوجه الناس الى الرشد والصواب، والموضوع مش هياخد وقت كتير، وهتلاقي الدنيا استقرت، وظهرت الخفايا اللي في المناهج الاخرى، اللي من وجهة نظري عبارة عن بيسموها ايه، يعني شيء فاضح، يعني الليبرالية المطلقة عندي انا شيء فاضح، العلمانية عندي انا شيء فاضح، اليسارية عندي انا شيء فاضح، مش عارف، كل واحد حر، كل واحد يفكر بطريقته، ادي فرصة. لا ما تديش فرصة، ده الكلام ده هيبقى مستقر عند كل الناس ولن يستثنى منه احد. الحق ما تعطيش فرصة للاستماع، وإلا المجتمع كله هيعود إلى جذوره. طيب احنا لما بنيجي نتكلم النهاردة بنقول احنا لو جينا نتداول ونتكلم في الامور هنتكلم ازاي؟ هتلاقي المسألة اسلاميا لها طريقة رائعة، اللي هي تحت عنوان قل هاتوا برهانكم. تفضل اعرض علي الخطة المنطقية والمنهجية وانا ارد عليك. لا بس انتوا تحتكرون الصواب، تحتكرون الحق. افتح عن المصحف كده الاقيه ما بيقولش كده خالص، بيقول يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد الخلق اجمعين، يا محمد يا ابن عبد الله قل لهم العبارة الاتية، وان او اياكم، وان او اياكم، يا احنا يا انتوا، لعلى هدى او في ضلال مبين. يا اما انا في ضلال، شايف المنطق بيساق، مش احتكار الصواب، بيقول له انا يمكن اكون في ضلال مبين وانت اللي صح، او العكس، تبقى انت في ضلال مبين وانا اللي صح. تعال نتكلم، منطق الاسلام بيعرض الصورة من هذا الحد اللي بينزل تحت خالص، بيقول له انا هبدأ معاك من ان انا الراجل ابو عمة ودقن ده،
ده انا ببدأ معاك من ان انا جايز اكون في ضلال مبين وانت على الحق الكامل، وانا عندي اتم الاستعداد اني اتكلم معاك منطلقا من هذه النقطة. فاللي بيجي النهاردة يقول احتكار الصواب ده انسان مشكلتنا معاه زي ما قلت لكم مشكلة ثقافية، هو ما فتحش المصحف وقرا هذا، ما قراش انه هذا هو المنطلق. النقطة الثانية اللي بيطرحها الإسلام لما بيجي يناقش الآخرين أنه يراعي، وأرجوكوا يا إخواني تعرفوا الكلام ده غالي غالي جدا، يراعي إن لو أنا صح والصواب عندي ومحتكر الصواب وما حصلتش وما فيش مني وإنت غلطان، بس بأراعي مخاوفك، أنت مش أنت قلقان، أنت خائف، أنا ما ينفعش اتكلم معاك الا وانت مطمئن، الا وانت امن، انما طول ما انت خايف ما ينفعش اتكلم معاك. فتلاقي الاسلام يفرض علي فرض ويلزمني الزام، يقول لي انه انت مكلف مع الناس دول، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، لازم يطمئن ويأمن. أنا مكلف بهذا، عشان كده أنا لما بسمع النهاردة أن في ناس خايفين بقول من حقهم يخافوا، دي مخاوف مبررة ومفهومة، ومن واجبي أو من واجبهم علي أن أنا أشرح وأن أنا أبين. ولما يجي واحد يقول لي أنا قلقان أقول له عشان أنت كذا وكذا وكذا وفيك العبر، أبقى ما بفهمش، شيء طبيعي هو يعرفني منين؟ ده راجل بقاله على أقل تقدير 60 سنة إلا فترات بينية بسيطة، شايف إن أنا هو ما يعرفنيش إلا من خلال وسائل بتقول لي عليا إن أنا وحش جدا، وأنا مش وحش خالص، بس هو ما يعرفش. فهو شيء طبيعي يقول لي أنا عندي مخاوف، لما أسمعها منه بصدق داخلي لازم أول شعور يوصل لي أقول له حق، لازم يخاف ولازم يعني يطمئن عشان يفهم، لان انا يمكن اكون فعلا بخوف، فلازم اتكلم انا وهو. ده صحيح، ما هو يعرف منين؟ هو اذا كنت انا من حقي اخاف من اللي معايا، مش عرفني انه هيبقى امين عليا. والاسلام يبني على هذا يا اخواني، الاسلام سبحان الله بقى، ودي المفاجأة جايز اللي ناس كتير ما يوقفوش قدامها، الاسلام منهج اللي هو الاسلاميين والمتأسلمين والاسلام السياسي ايا ما كان المصطلح، هم فعلا الاسلام منهجهم يعني مبني على كده، ان انتوا مين قالك ان احنا نطمئن لبعض؟ ده في اسس وفي قواعد، انا من غيرها مش مكلف ان انا اطمئن اليك، انا مكلف ان انت تعطيني الطمأنينة بالطريقة الاسلامية، مش لانك فلان الفلاني، وأنت مكلف أنك تطمني. إذن المنهج الإسلامي بيسوق الحق والبرهان والمنطق، بيسوق حق أي إنسان في أنه يطمئن الأول، يطمئن مش الآخر، لا يطمئن الأول وهو بيناقش. لما تيجي تناقشني وناقشك لازم أطمنك الأول أنه اللي أنت خايف منه غير موجود إطلاقا. ولذلك أنا يعني ما فيش مانع أن احنا نحكي حدوتة حلوة قوي، احنا بنقولها على المنابر بس بنقولها بطريقة الوعظ عشان نبين اخلاق الرسول، اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. انما انت خدها بقى على حقيقتها كده، انه جاء عكرمة ابن ابي جهل، ابو جهل قتل وظلم وطغى وطرد من البلاد واستولى على فلوس و ضرب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ضرب الرسول، ضرب بنت أبو بكر، ضرب بهدل الدنيا، عمل عار عربي ساعتها بمنطق الجاهلية، راح على بيت فيه نساء ملهمش راجل وضرب الست بالقلم على وشها وقعها على الأرض وارتكب عارا، وبعدين مات وخلفه ابن عكرمة في الظلم والطغيان وقتل الناس وخان العهود ومصائب كبيرة. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة فاتحا في الفتح، شيء طبيعي أول حاجة يعملها عكرمة أنه يهرب، ده راجل مجرم حرب، ولو ما كانش هيهرب بخطره زي ما بنقول في العامية، لو ما كانش هيهرب بمزاجه
الرسول قال كلمة صلى الله عليه وسلم تخليه يهرب. قال كل الناس دول طلقاء، كل الناس آمنين، من اللي يدخل بيته آمن، واللي يدخل الكعبة آمن، واللي يدخل المسجد الحرام، واللي يدخل بيت أبي سفيان آمن، كل دول آمنين ما عدا فلان وفلان وفلان وفلان، يقتلون ولو تعلقوا بأستار الكعبة. ليه؟ زي ما قلت لكم حاجة زي مجرمي الحرب دلوقتي كده، واحد مثلا اعتدى على الأعراض، قتل الناس، خان عهود، مجرمي حرب 6-7، دول بقى دول استثناء، دول مش الشعب اللي أنا داخل عليه. فعكرمة خد لنفسه وطبعا هرب، شيء طبيعي، يستنى إيه؟ الحديث صريح. فلما دخل عكرمة، زوجته قالت كلام مش هقوله لحضراتكم دلوقتي، إنما كلام للرسول عليه الصلاة والسلام، حمل بذورا إنه إن الهدى في أمل في الهدى. هو صحيح مجرم حرب، صحيح عدو قديم، صحيح قاعد يحاربني كابرا عن كابر، صحيح صحيح صحيح، إنما في بذور احتمالية الهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام المفاجأة أنه أمنه، أمنه، قال له خلاص يجي. فلما يجي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلشان يأتي من بعيد، هو الحقيقة أخونا بينبهني إنه في أماكن فاضية يا ريت نحاول نملأها عشان اللي جايين، بس هو اللي يجي ياخد أماكنه إن شاء الله سهلة يعني بإذن الله. بس لو في اماكن تتضام عشان نظهر الكراسي الباقيه. فاخواني، الرسول عليه الصلاه والسلام امنه، قال لها يجي. لما راحت لجوزها قالت له انه محمد بيؤمنك، قال لها لا مش مصدق، يؤمنني ايه بعد كل اللي انا عملته ده؟ ده انا مجرم عتيد الاجرام، مش ممكن. فراحت له قالت له مش مصدق. انا لو مكانه اقول لها طب ان شاء الله ما صدق، انا هعمل له ايه؟ خلاص انا قلت له يجي، عايز يجي اهلا وسهلا، مش عايز يجي احنا ده راجل كويس قوي ان احنا سايبينه. انما الرسول عليه الصلاه والسلام ما عملش كده، ولكن اخص خصوصيه عنده، اكتر علامه وهو دلوقتي خارج للفتح ما عندوش حاجه يعملها، ان هو فك العمه بتاعته، وكانت عمه قد اشتهرت وهو داخل مكه، الناس كلها شايفاه، وعمة عجيبة الشكل، يعني كانت بشكل غير معتاد ليبرز مكانه كقائد لجيش الفتح. ففك شال العمة، والله العظيم ما اعملها انا، افك شال العمة ليه؟ وودي العمة فين؟ انا يجي اكتب له ورق فك شال العمة، قال لها تفضلي اديله الشال ده، قولي له محمد بيؤمنك. فلما شاف الشال تعجب، قال لها فعلا انا شفته داخل مكة في الفتح بهذا. وذهب اليه، وقبل ان يصل من بعيد قال له هذه، على مراته يعني، هذه تزعم انك امنتني، واداله المدة، قال له هذه تزعم انك امنتني شهر مثلا، فقال انت امن لاربعة اشهر. ليه؟ لأن الأمان الأول كان أمان رسالة من رسول الله إلى عكرمة صلى الله عليه وسلم، إلى عكرمة. طبعا عكرمة ده أصبح سيدنا عكرمة، ده صحابي جليل من كرام الصحابة. عكرمة كانت رسالة من رسول الله إلى عكرمة، لكن عبال ما مراته راحت وجت، كان القرآن هو الذي نزل بالأمان، وأعطاهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فكان الأمان أوسع، وجاء وسمع هذا الأمان، فدخل وجلس وأسلم، وقال له بس اللي أنا عملته كتير قوي، أنا مكسوف مش قادر، اللي عملته كتير قوي. فقال له الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، الحديث اللي هو المعروف. وأصبح عكرمة، عارفين عكرمة ده أصبح مين؟ أصبح هذا الشهيد اللي لما قتل قال نفسي في شفطة مية، رشفة مية، أشرب مية، جابوا له مية، سمع واحد جاره
بيئن قال له روح بها لأخي فإنه أحوج إليها مني. القصة المشهورة دي قصة عكرمة، وراح للتالت وبعدين رجع لعكرمة وجد أن عكرمة قد مات، هذا سيدنا عكرمة بن أبي جهل. فإحنا يا إخواني عنصر البرهان شيء، والعنصر التاني عنصر الطمأنة. لازم أكلمك وانت شاعر بالطمأنينة. واحد بيقول لك أنا لو الناس دول مسكوا الحكم نسيب البلد. بيني وبينك الإجابة اللي تناسب نفسيتي أنا إن أنا أقول له يلا مع السلامة، تروح مطرح ما تروح أنت، ما أنا مالي ومالك. لكن الإجابة التي تناسب ديني أنا إن أنا أقول له لا يا أخي والله لا نرضى أن تترك المكان وأنت قلق. أنت تسيبه أو تقعد دي حريتك، لكن أنا طمأنينتك دي شيء عندي أنا، يعني أنا فداء لأن تكون مطمئنا. طب ديني بيقول كده، أنا زعلان قوي، أنا نفسي أقول له كلام، ده راجل بيبهدلني يا أخي بقاله 60 سنة، نفسي أقول له كلمتين نقرزة شوية. بس بقى، وطبعا ما ينفعش أقول مع الأسف، إنما بس أنت مسلم فأنت مضطر، منهج الإسلام بيقول لك أنت مش مكلف بالبرهان فقط، أنت مكلف أيضا بالطمأنينة التي تجعل من يستمع منك إلى البرهان يسمعها وهو عنده متمالك أعصابه، يعرف يقيم مش يبقى قلق. فنحفظ البرهان ونحفظ الطمأنينة. طيب النقطة الثالثة وهي بالغة الخطر لكنها الحقيقة، أن هذا الشعب يا إخواني إحنا مش فاهمينه كويس. ليه؟ لأن إحنا من النوع اللي بيتفرج على التلفزيون، ومن النوع اللي بيقرأ جرايد، ومن النوع اللي بيسمع الجماعة المثقفين اللي بينكشوا شعرهم ويروحوا يحضروا الندوات. وأنا مش عارف حقيقة ده اتفاق ثقافي ولا هي جاية كده، إنما يعني أنا حتى فكرت النهاردة وأنا جاي ما فيش داعي. هذا الشعب مش مقسوم القسمة اللي انتوا بتشوفوها في التلفزيون والإذاعة والجرايد. ده دي منطقة خصوصية صنعت تصنيع خاص عبر الزمن وبدأت تستخدم إعلاميا، ومنهم ناس صادقين جدا جدا، ومنهم ناس مقتنعين باللي هما بيقولوه فعلا، إنما برضو دول مصنعين. ولذلك أنا في تقديري إن الشعب المصري على الأقل بينقسم إلى حوالي 10-20 ألف، وبعدين بقيت الشعب كله. دي قسمة حقيقية، قسمة حقيقية فعلا كده. اللي حصل إيه؟ إن إحنا 1-2-3-4-5-10 جالنا استعمار فرنساوي واستعمار انجليزي، وجات لنا عملوا ايه؟ راحوا جايبين لنا من عندهم ارساليات، تعالى يا اخي الكريم في هنا كراسي في الصف الاول واسعه اتفضل ارتاح. ف ال يعني بعتوا لنا، جابوا لنا ارساليات من عندهم تعمل مدارس وتعمل جامعات بعد كده، وتعمل دور اجتماعية زي دار حضانة وجمعيات لرعاية أيتام وفقراء وغيره. وبقت المجموعات دي بتطلع بتاخد ولاد الناس اللي هم شريحة معينة من المجتمع يتربوا في هذه المدارس، الفرنساوي الإنجليزي الألماني الإنجلية البروتستانتينية مش عارف إيه 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 إيه. وبعدين دلوقتي بقت فيه ما شاء الله الجامعة الأمريكية والألمانية والإنجليزية والكندية والفرنسوية. وبعدين بدل ما هم بيجيبوا لنا بس، كمان بدأوا ياخدوا أعظم العقول المتخرجة اللي طلع الأول وتعين معيد، وبعدين بقت له يدوله بعثات دراسية هناك فيروح هناك برضو، فبقى في نوعية تانية من المخاطبة والتصنيع العقول. وبعدين خلاص بقى هو بيبعت لي ناس وبياخد من عندي ناس يعيد صياغتهم على قد ما يقدر ويرجعهم لي تاني. وعمل حاجة تالتة، أنه أدخل إلى مصر زمان المطبعة
فبقى بدل ما انا يعجبني كتاب اقعد انسخه، او يبقى في واحد اسمه النساخ يقعد ينسخ، بقى هو عنده دراع تقعد تعمل كده تطلع عشرات الالاف من النسخ، فبقيت انا انسخ وهو يطلع يوزع، فبقى يوصل اسرع مني. وبعدين الكتب اللي بيطلعها دي بدل ما تبقى كتب خلاها جرايد وسماها الصحف السيارة اللي بتمشي، ورق بيمشي سماها كده، الصحف يعني الورق، الصحف اللي الورق اللي بيمشي. وبدأ يبقى اللي بيجوا علشان يعملوا جورج زيدان وأميل زيدان يعملوا الأهرام المقطم وغيره، وبعدين علشان يبقى في ناس يقعدوا كده واحد قاعد هنا يصوغ لهم العقول بتاعتهم، ده ما كانش موجود غير في الجوامع بس. انا قلت لكم بقى المدارس والجامعات هم اللي عملوها وبعتوها، ما كانش موجود غير الجوامع. فبدا يبعت لي جماعه من لبنان يعملوا المسرح ويبقى فيه السينما الصامته ثم المتكلمه. في الاخر حصل ايه بعد شويه سنين؟ ان بقى الجمهور بيتلقى من حتى المدارس الوطنيه اللي حط المنهج بتاعها سيدنا دانلوب اللي هو المفكر الانجليزي النصراني ده كان قسيس من رجال الدين. فاصبح عندي انا التعليم مش تبع منهجي، والمسرح مش تبع منهجي، والسينما مش تبع منهجي، والصحف مش تبع منهجي، والجامعات مش تبع منهجي، ومدارس الارساليات الخاصه مش تبع منهجي، والنشاط الاجتماعي مش تبع منهجي، والبعثات للخارج مش تبع منهجي. ومين اللي بيتلقى ده كله؟ مش الشعب، اوعوا تقولوا الشعب، لا، ده شريحة تم انتقاؤها واختيارها. لان انا مش هعرف، انا عايز اوصل للشعب كله صحيح، لكن انا مش هقدر اوصل لكل الناس، فالاصل الى ناس واعملهم حصريا، اعمل عليهم حكر ان هم اللي يتولوا التوجيه والمناصب الكبيرة. بس الحقيقة بعد شوية عرفوا يوصلوا للناس كلها. ليه؟ لأن طلع حاجة اسمها التلفزيون، وقبله طلع حاجة اسمها الإذاعة، فبقى كل حد عم الحاج حسنين في قرية كفر مش عارف ايه عنده الراديو جنب ودنه، لا محتاج يروح مسرح ولا سينما ولا يخش إرساليات ولا يعمل جامعات ولا يقرأ، وبيعرف يقرأ ويكتب ما هوش أمي. بدأ يوصل هذا الفكر اللي هم بيصنعوه تصنيع شديد وقوي جدا الى جمهور البشر، الى جمهور البشر. انا على فكرة بس عايز قبل ما اكمل، انا عايز اعرف في حد هيبقى عنده اسئلة ولا لا، لاني عايز اعمل حسابي في الوقت. انا ناوي اتكلم لحد ما اخلص واقول سلام عليكم وامشي، مش هيبقى في اسئلة. فلو في انت مش بتجيلي يوم السبت ولا ما بتجيش خلاص هضطر اسمع سؤال. هيبقى فيه. طيب هسيب وقت للأسئلة إذا. حاضر إن شاء الله. نعم، لا احنا عندنا ما فيش ديمقراطية. لا فيش حوار في اتجاه، ممكن ناس تانيين يسقفوا مثلا يتبسطوا، إنما حاضر طبعا إن شاء الله. فبعد ثورة 25 يناير الدنيا باظت يا أستاذ، ما الواحد مش عارف يمارس ديكتاتورية طبعا، يروحوا مقصين الحتة دي ويعني بس سيبك منهم والله، ولا يقصوا اللي يقصوه، سيبك منهم خلاص. فبدأوا يوصلوا، والله برافو عليك، فبدأوا يوصلوا إلى الأطراف، فبدأت تتدنس وتتلوث. طبعا ده تعبيري أنا، لكن نقدر نخليها بتعبير أكثر حيادية، تتغير يعني الأفكار، ما تبقاش مرسلة قوي كده مطلقة وخلاص مستقرة. وبدأوا يشتغلوا كده. الناس برضو يا أخي لسه معصلجة، وبرضو مش عارفين نوصل للطواعية الكاملة. ليه؟ لأن في ناس لسه بيشتغلوا، لسه في واحد بيطلع على المنبر يقول خطبة، واحد بيخش الجامع، واحد أبوه كان راجل طيب وحافظ له لسه كلمتين، لسه في جرايد إسلامية، في حاجة، في شيء. فاضطروا أمام الانهزام الشديد اللي حققوه برغم الإمكانات الهائلة، إن هو بقى
ودي من آفات بلدنا الرهيبة. أنا لو يا ريت كان عندي وقت أكلمكم في الاقتصاد والسياسة والاجتماع إنما من آفات، ولو سمحتوا احفظوا الكلمة دي لأنها مهمة، من آفات بلدنا الفظيعة إنها ما بتتخشش المعركة الاقتصادية بعناصر الاقتصاد، ولا المعركة الثقافية بعناصر الثقافة، ولا المعركة الاجتماعية بعناصر الاجتماع. هي دايما تدخل على المجال بما هو أجنبي عنه، زي فرض الأمر الواقع. مثلا في الاقتصاد السكر بعشرين قرش، لا قرار جمهوري بأنه يبقى بستاشر قرش. إزاي؟ إزاي؟ يعني الأربعة سغ في كل كيلو هتجيبهم تدبرهم اقتصاديا منين؟ دي قضية اقتصادية. ما تلاقيش حاجة إطلاقا. وأنا فتشت والله فتشت تفتيش عن دراسة اقتصادية تقول إزاي مفيش. وديكوا سمعتوا اللي قالوا وزير الثقافة الحالي، إن يوسف بطرس غالي كان بيزعم إنهم بيحققوا أرباح وهم ما بيحققوش أرباح، بس هو عايز يبين إنه أدى، ده كلام وزير الثقافة الحالي، إنه وزير المالية عايز يبين إنه أدى إلى زيادة موارد الدولة، فيسند إلى وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني إنها حققت أرباح. وبعدين طب ما الأرباح دي دخلت في الميزانية، هيقولوا لك فين؟ يعوضها من، أنا بقى أول ما قال يعوضها من، كل حواسي انتبهت، عايز أعرف الشيء اللي أنا ما لقيتوش في أي دراسة اقتصادية دي يعوضها من، تلاقيه في الآخر بيعوضها من، قبل ما أقول لكم بيعوضها منين أقول لكم تعبير بالبلدي كده، بيعوضها من بح، من عجز الموازنة، إن الميزانية في الآخر فيها عجز، فيقول خلاص ارميها على عجز الموازنة. فأنا أقول إن الوزارة دخلت 100 مليون وهي ما دخلتش ولا مليم، وبعدين أقول 100 مليون دول في البراح ده. حاجة يعني، وده كلام الراجل وزير حالي مش من زمان ولا حاجة. إحنا كل مجال اقتصادي، وعلى فكرة معلش أنا هخرج سنة في الموضوع ده لأن الموضوع ده يهمني. حاولوا يا إخواني تقولوا لكل الناس هذا الكلام. أي معركة في مجال من المجالات لازم تلتزم بأدواتها. يعني بنتكلم ثقافة نتكلم ثقافة، بنتكلم اقتصاد نتكلم اقتصاد، بنتكلم سياسة نتكلم سياسة. إنما تقول لي زي النهاردة بيتاجروا علينا وبيخدعوا الناس وبيضحكوا عليهم، والناس مع الأسف لسه لغاية دلوقتي بعد كل الوعي اللي بنقول عليه بيضحك عليه، يجي يقول لك مثلا أيوة يا عم ما هو الإخوان المسلمين عايزين الأمور تخلص بسرعة لأن هم اللي جاهزين وغيرهم مش جاهز ومفيش أحزاب، فبالتالي عايزين الدنيا تمشي كذا وكذا. طيب أيها النصابون، لما أنتوا ناس محترمين قوي كده وعايزين العدل، النهاردة بعد ثلاث شهور وشوية، من الثلاث شهور وشوية فين إتاحة حرية الأحزاب لغاية دلوقتي؟ ما تخلي الأحزاب التانية بقى تطلع عشان تشتغل وتلحق توضب أمورها. حزب الكرامة المحظور ده ما سمحتلوش ليه؟ ما طلعتش، ده انت طلعت قانون عشان نعمل حزب محتاجين 3/4 مليون جنيه على الأقل إعلانات وتصديقات والحد الأدنى ومقر حتى لو أوضة فوق السطوح، فضلا عن انهم يبقوا مليون ولا غيره. طيب انت بتقول اللي مش عايز اخلي الجاهزين ينفردوا بالساحة، هات التانيين اسمح لهم، انما تفضل ثلاث شهور ما بتسمح لهمش، وبعدين تيجي تتاجر عليا بان انت ما بتسمح لهمش بانه اصلا مش مسموح لهم يا عيني فما لحقوش يجهزوا نفسهم، واحنا نصدق؟ عيب. او حزب الكرامة ده اهو لا اسلامي ولا ده، يعني ابعد البعد عن منهج اللي هو الاسلاميين والمتأسلمين والاسلام السياسي والكلام ده كله، ناصريين خالص. انا بقول لك ما بتسمح لهمش ليه؟ ايه اللي يخليك ما تسمح لهمش؟ ويا ريت الاحزاب بس بعد ثلاث شهور وشوية حصل اي تعديل لقانون الصحافة علشان حد يقدر يطلع صحيفة بشروط اسهل من شروط عهد حسني مبارك؟ لا، لغاية دلوقتي ابقى وريني شطارتك تعرف تطلع صحيفة من غير الشروط الرهيبة المجحفة. لو كان مصطفى امين وعلي امين موجودين دلوقتي يعني كانوا بقوا همل مهملين زي اي شاب النهاردة مش عارف يبرز قدراته. انما التاني كان بيطلع طلعت حرب يقول له خد قرض مش عارف كام يطلع بيه صحيفة كفرد
واصبحت قلاع صحفيه في تاريخ البلد، انما لغايه النهارده 3 شهور. طب ما تخلي الناس الخرس يتكلموا، خلي الشيوعيين يا اخي يتكلموا، خلوا الناصريين يتكلموا، خلي الليبراليين يتكلموا، خلي. يقول لك لا لا لا، اصل بصراحه عهد حسني مبارك كان هايل، سمح للليبراليين يطلعوا صحف ولليساريين يطلعوا صحف، والوحيدين اللي مش مسموح لهم يطلعوا صحف الاسلاميين. فحلو قوي كده، اسكت ربنا يسترها، خلي الدنيا، خلي دول الخرس الوحيدين. يبقى مش بيتاجر عليا، بيتاجر عليا بايه؟ هو قانون الجمعيات بتاع عهد حسني مبارك بعد 100 سنة، مع ان كل حاجه من دي يا اخواني محتاجه سطر واحد، بل سطر واحد يجمع السماح بالأحزاب والصحف والجمعيات بلا قيد ولا شرط. مثلا 50 واحد للحزب و25 واحد للجمعية والصحيفة ولو فرديا مع الإخطار، وبعدين تبقى تراجع الأمور بعدين. خلي الناس يا أخي تتكلموا يا شيخ. قانون الاجتماعات العامة، وقانون الاجتماعات العامة مليان عورات عورات، وياما شرحنا هذه العورات عبر المؤتمرات الطويلة في مكان هنا يا فندم تفضلي. فعبر المؤتمرات الطويلة، عبر السنوات الطويلة المترامية، ومع ذلك قانون الاجتماعات العامة لم يحدث فيه أي تعديل حتى الآن. ليه؟ ما تخلوا الناس يجتمعوا، لا يطلع قانون بس عشان الاعتصامات، يقولوا بس اطمنوا ده مش عشانكم، ده ناس تانيين وحشين هو اللي هنطبقه عليكم. والحكم اللي فات كان بيقول كده، كان يطلع قاعدة عامة ويقول في السر، يقول لك لا ده مش عشانك انت. طب ما تكتب انه مش عشاني، يقول لك لا ما اكتبش عشان برضه يفضل يمكن افكر استخدمه عشانك. نفس النظام قائم مع الاسف الشديد، وبالتالي لا المعركه الاقتصاديه بقيت اقتصاديه، ولا السياسيه بقيت سياسيه، ولا الثقافيه بقيت ثقافيه، وانما قرروا يدخلوا عليها عنصر الامن. عنصر الامن يعني يمنع الجوامع مثلا، يمنع الصحف، يعمل اعتقالات، يعمل. فأصبح فيه تشوه. التشوه ده عبارة عن ايه؟ ان نص الناس يسمح لهم ونص الناس لا، نص التفكير يسمح له ونص التفكير لا، نص الكلام يسمح به ونص انت عارف يا اخي الكريم، لو حد جاء قال لي انا امنعك ان تتكلم في الاسلام، وقعدت 10 سنين يمنعني اني اتكلم في الاسلام، ده عندي اسهل من ان هو يسمح لي اتكلم في الاسلام بس في النص منه. لان في الاخر لما يجي وقت الحرية واكلمك عن النص اللي كان محظور، هتقول لي ايه ده انت جايب، ما احنا طول عمرنا عارفين الاسلام، هو ده الاسلام انت بتقول كلام اصلا عمرنا ما سمعنا عنه؟ لان انت زورت. قلت لك مثلا الاسلام هو الصلاة، المفروض جنبها مثلا احط ان الاسلام مثلا هو القوانين الاقتصادية. انت منعتني اقول الاسلام هو القوانين الاقتصادية زي تحريم الربا والاحتكار وغيره، وخلتني مجبر اقول الاسلام هو الصلاة بس. لما اجي بعد 10 سنين اقول لك والاسلام كمان له دخل في القوانين الاقتصادية، تقول لي وبعدين بقى في الكلام اللي ما حدش سمعه طول عمرنا ده، ده كلام ما ينفعش، والدولة الحديثة، لانك ما سمعتوش. انما واقع الامر ايها الاخوة، عندما اريد ان اعود الى سياقي، ان هذا الشعب كما قلت لكم باستثناء شوية الالاف اللي انا حكيت لحضراتكم عنهم، ولذلك انا دايما لو حد تجرأ انه يناقشني في هذه الفكرة، والله ما هو ده بكسبهم فورا. هقولك ازاي، ولا بيعرفوا يقولوا حاجة معايا. ليه بقى؟ حكمت خلاص يعني. لا حكمت فظلمت. خلاص، اول ما حد بيقول لي كده فورا، انا راجل بقى محترف ايه فصل الخطاب، اقول له ايه رأيك تعال اقعد جنبي هنا وتبقى ندوة انا وانت في مناظرة، واقول له كلام جامد، اقول له يعني لو جدع، لو يعني كده، بس اختار انت اي مكان في مصر، في اي شارع ولا حارة ولا قرية ولا اي حاجة، وقول كلامك الصح ده وانا اقول كلامي الغلط ده، وقول لي فين المكان اللي الناس فيه هو ده اقتناعها وليس هو ده. لا يوجد، والتحدي قائم. ولو هو مش عايز يختار انا اختار اماكن. فعلا الشعب المصري كل الذي عنده هو تساؤلات عن امور غامضة،
يقول لك انا مش واضح عندي كذا ممكن تجاوبني عليه، مش واضح عندي كذا ممكن تجاوبني عليه. ولذلك يا ويل هؤلاء المناوئين اذا سمح بشويه سنين بسيطه، سنه سنتين ثلاثة، هيحصل ايه؟ الناس هتطرح الاسئله وهتجاب، وهيحصل ان الناس تتكلم مع بعض، وصحف هتكتب، وهيتضح الحجه، هتلاقي كله الانحياز ظهر، لانه انحياز عقلي برهاني منطقي رائق ما فيهوش الوهم. فورا الناس تحتاج ان تجلي الغموض بس، انما عقائدهم موجوده. اي قريه في مصر، اي حي شعبي او غير شعبي، اي نادي، اي حتى نوادي البنوك، نوادي البنوك اللي بيقال انه الناس اللي فيها بيتعاملوا بالسياسات المالية المحرمة، اي مكان في مصر اي شيء زي ده تلاقي تحيا العقائد من جديد ببس ازالة اللبس والغموض. سين جيم سين جيم سين جيم سين جيم، خلاص. ولذلك كما قلت لكم وأنا أتكلم جدا، وإن بدا الأمر في صورة من التبسط، إنما فعلا فصل الخطاب إن أنا أقول لحد ما تناقشنيش هنا في قاعة مغلقة، اختار أي مكان، يمكن أنت صح على فكرة وأنا اللي غلط، أنا ما عنديش مانع، إنما أنا بكلمك الانحياز الشعبي لإيه، فستجد أن هذه هي الحقيقة. لذلك يا إخواني ثقوا في هذا المنهج، أن أحدا لا يستطيع إلا بالخوف أو بالوهم أو بالاستعجال أو بالشوشرة، لكن بدون هذا أحد لا يستطيع أن يقف في مواجهة هذا المنهاج أبدا من الناحية المنطقية البحتة. وإليكم الأمثلة الدامغة الواقعية الآتية المحددة، لأن الله يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين. مفيش مخلوق هيعرف ينبري في لحظة من اللحظات وريني في التاريخ كله. وإليكم الأمثلة الآتية في إيجاز، لأني هدخل في الأسئلة على طول، لأن الحقيقة الوقت محدود شوية. نمرة واحد: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عمل دراسته في سنة 78، مشي بيها هنا على كبار أسدة الاقتصاد والتجارة، ونائب رئيس الوزراء للاقتصاد، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد، ووزير ووزير ووزير، فكلهم نظر في الدراسة التي تتكلم عن البنوك الإسلامية وقال: ايه يا ابني ايه الكلام ده، ايه انتوا عايشين فين، تفكر ان انت جاي تطلع لي؟ روح يا حبيبي روح امشي، ايه هتعلم العالم؟ انت بتطرح نظرية مقابلة لامريكا وروسيا الاتحاد السوفيتي وانجلترا وفرنسا ودول العالم المتقدم، وانت بقى اللي جبت ما لم تأتي به الاوائل. فخرج الراجل يا ولده حاسس انه هو كلامه مسفه يعني، فسافر انجلترا، وسافر 6 دول اوروبية، اسف، سافر عديد من الدول الاوروبية، فاذا بهم نمرة واحد ينبهرون بهذا الطرح، وثانيا تصدق عليه 6 دول أوروبية، تصدق عليه على أنه من النظم المعتمدة عندها. فعاد الرجل هنا في قاعة، هنا في مركز الاقتصاد الإسلامي في 80s، قال هذا الكلام، قال: أدركت أن العقول التي اعتادت أن تكون تابعة، تعرف الطفل الصغير لما يخاف مش بيجري من الخطر، بيجري على أبوه أو أمه، سواء ناحية الخطر أو عكسه. العقل الذي تربى على أنه تابع يبص للعالم كده، الفكر العالمي شكله إيه، ولازم يبقى شبهه لأنه خايف من الاستقلال. إحنا لسه في طفولة أو في مراهقة من حيث الثقافة والفهم. نفس المسألة حدثت لي أنا شخصيا، طبعا الواقعة دي صاحبها هو الدكتور أحمد النجار، اللي هو كان أول أمين عام لاتحاد البنوك الإسلامية اللي مقره قبرص، وصدقت البلاد الأوروبية كما قلت لكم، وهذا مؤتمر رسمي ومسجل، يعني مسجل صوت وصورة فيديو يعني موجود.
أما الذي وقع لي أنا شخصيا فوقع لي، وهذه واقعة أحب كثيرا أن يعني أن أحكيها، لأنها دايما عملت لي نوع من رد، يعني شعور بالراحة وبالسعادة. في فيلادلفيا في أمريكا جاءني رجل وقال لي: يا مولانا، مش هينفع بقى حكاية إن الربا حرام والبيوت، إحنا عايشين في أمريكا، وأنا بقى أنا واحد بني آدم واحد وجاي من دول العالم الـ13 مش الثالث، ويا دوبك وصلت هنا وعايز أشتري بيت، لو ما اشتريتش بيت أدفع $5,000 إيجار كل شهر، $5,000، ومع ذلك يبقى علي ضرائب، إنما لو اشتريت بيت أدفع $3,000 بس في الشهر وما يبقاش علي ضرائب. بالله عليك يا مولانا، الإسلام هو اللي جلنا من القرن اللي مش عارف قد إيه ويتعبنا ويهد حيلنا كده، لازم يبقى فيه البلاد اللي احنا فيها كلام قوي على فكرة ويهز. وأنا هقول له إيه في مواجهة أمريكا؟ هقول له إيه؟ وده راجل غلبان كان بيشتغل هنا قبل ما يسافر، كان بيبيع ليمون في ميدان الكتكات. بجد والله، وراح يشتغل هناك في حضر. فتيجي النهارده واحد بيع ليمون، اقول له اقف في مواجهه امريكا؟ لكن انا قلت له اقف في مواجهه امريكا. واسمعوا يا اخواني، اسمعوا، وطبعا الوقت ضيق مش هقدر اقول لكم مثلا 20-30 مثال، انما اسمعوا عشان تشعر احنا وحشين قد ايه، وحشين احنا. قلت لهم هاتوا لي ورقه. جابوا ورقه، قلت لهم يا جماعه في المشكله دي، مشكله الاخ ده لوحده طبعا، مش كده ولا في حد تاني؟ فطبعا كله لا احنا كله دي مشكله كل الناس، ما عايزين هياخدوا خلاص فتوى بانه ينفع، ففرصه. فقلت لهم طيب احنا هنكتب اسماء الناس اللي عايزين يشتروا بيوت بهذه الصورة، وتفضلوا بس كل واحد يوقع على هذا الطلب، طلب شراء بيت كذا كذا كذا، وجمعنا أسماء بالعشرات. وخدت هذه الأسماء، والله يا إخواني والكلام موجود بأسماءه، وهو ممكن تدخلوا على النت تجيبوه، مش محتاجين تسافروا أمريكا، يعني ما فيش، مع أن أنا بحب الحاجات اللي ما حدش يقدر يتأكد منها، لكن زي بعض خلاص. فأخذنا الأسماء، وفي اليوم التالي، وانا كنت مجرد زائر، انا بروح مثلا 4-5 ايام وارجع مش اكتر من كده، انما في اليوم التالي رحنا الى احد البنوك الكبيرة هناك، والتقينا برئيس البنك او رئيس فرع، لا يعني ما اعرفش الحقيقة، انما هو اكبر من رئيس فرع وليس الرئيس العام، تقريبا قطاع او شيء من هذا القبيل. فذهبنا اليه، قلنا له الوقت احنا معانا ورقة فيها مثلا 60 أو 70 راغب في الشراء. فعينه انفتحت، ده كنز، 60 صفقة هيعملها البنك، ولكن دول لهم شرط بسيط، انهم ما يحبوش يتعاملوا بالربا. فبالتالي بدل ما انت هتشتري البيت ب100,000 وتقسط لهم 150,000، هي هتشتري البيت ب100,000 وتبيعه لهم ب150,000، انت كسبت نفس المكسب بس طبقا للعقد الاسلامي ده. ونظرا لان احنا عارفين ان انت ما دام هتشتري وتبيع محتاج تقيم البيت، هنحط لك مبلغ يساوي مثلا 5,000 زي اتعاب المهندس اللي ممكن يقيم البيت عشان البنك يبقى مسؤول عنه عشان ما يتهدش ولا حاجه. فهل يعني ايه طلباتك لو حبينا نمشي العقد ده؟ فالراجل سمع ويعني مش فاهم قوي، محتار، وبعدين في الان مش فاهم، افتكرنا ان هو مش فاهم ان احنا نشرح له، فاذا بيه بعد شويه يقول كلمه بسيطه، يقول طب يعني وليه لا، فين المشكله؟ بس لم يجد مشكله بين النظامين، امريكي وفي القرن العشرين ولا الـ21 الوقت احنا اظن وكده، انما احنا عقول اتعلمنا التبعيه، تعلمنا ان في حاجة اسمها الدولة الحديثة والحداثة والليبرالية فبقينا عاملين زي واحد جاله المحضر عشان يحجز عليه، لانه عليه 200 جنيه دين وهيتحجز عليه، وهو وارس من ابوه وامه شوية كراكيب وحاجات ومش عارف صندوق بتاع الايه وكده، ولانه ما فتحهمش ما
ما يعرفش ان الصندوق اللي ابوه سايبه له ده صندوق مليء بالمجوهرات، فيتسول 200 جنيه وهو عنده صندوق مليء بالجواهر. طب ما تفتحه وتلمعها وتعيش يا ابني، حرام عليك. هذا الظلام الثقافي اللي شايف فيه النص والنص التاني ولم تقرأه أبدا. هذه دعوتنا إلى الناس، وأسأل الله عز وجل الرشاد والسداد والصواب. أنا هجاوب بسرعة الورقتين ثلاثة دول، وبعدين أسمع من حضرتك أولا، لو عشان بس أنا إيه، ما أحسن أنا معين الطغيان زي ما قلت لك، لكن أحسن يفتكروا. طب خلاص، لا لا يبقى مش هسمع، إنما أسمع من اللي رفعوا أيديهم. هسمع حضرتك. لا لا هذا الشيء. طيب هأجل الورق ده لأنه مش في الموضوع ده، في موضوع آخر مهم برضو، بس يعني تفضل يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا، واضح جدا جدا. تفضل الحد الثاني. تفضلي بقى، اصل الوقت مش هيكفيني، وبعدين اصل في بعض الاصوات مش عايزها تظهر. انا هقول لكم كل اللي اتقال وهجاوب عليه، يعني هقول لكم السؤال ايه والجواب ايه، بس عشان الوقت. يعني دي احدى العناصر، احدى العناصر الوحيد اللي كان، لا لا مش الوحيد. ما هقول لحضرتك ده وصلنا رجل قانون، انا يعني فانا محامي، فانا فمش احدى العوائق، في عوائق ثانيه. السؤال لحضرتك، ايوه، احنا عاوزين يعني الحكم الاسلامي هو اللي ازاي، احنا عايزين الحكم الاسلامي جوه كتير. الحكم الاسلامي دي 30 فصيل وكلهم زعموا الصداره، يقول احنا اللي على صح والباقي هم اللي غلط. ازاي عايزين نطبق كده واحنا جوانا؟ طيب ها كله حاضر. طيب طب انا معلش، في حد عنده كلام ضد اللي انا قلته؟ خليني عايز ابدا باللي هو ايه، اللي مش اسئله، بالكلام اللي ممكن يكون معترض على شيء. ده احنا عايزين اسماء من ضروري الناس. اتفضل الاخ الاخير. بس حضرتك بتفصل ما بين التبعيه، الواحد يبقى ده نقول كده ايه، متفتح على الفكر الاخر، وازاي يقدر يوصله بالفكر التطور. لان دايما احنا بنقول، حتى بسمع الدكتور رعد سرجان بيتكلم ان هو احنا عندنا في جزء من زي ما حضرتك بتقول كده، النص الثاني من الاسلام ما كناش شغالين عليه، فاحنا عندنا حتى نقص في المراجع. هو
واضح جدا. خلاص هقول اتفضل. معترضين في حوار بقى بين الفرقية الإسلامية والجماعة الإسلامية، بس في فرقة واحدة لأسف مننا شكل من هي ما ينفعش الحوار معاها، هي الفرقة وسط الحوار اللي هي فرقة احنا السنة بتاعها مش مشهورة الجامية وبرسان صايبة. اتفضل. هي نازلة في القرآن الكريم لتخبط عشان نطبقها، يعني مش آيات ان احنا هنقراها وكل حرف بعشرة وفقط. بس ايه العلاقة دكتور او المفهوم، يعني ايه العلاقة ما بين الآيات القرآنية وفيه الجماعات المختلفة ليها تكملهم ليها هي وتفسيرها بتطبيقها للدولة انها تبقى ماشية للدولة كلها؟ بمعنى مثلا انا مثلا قانون نقل الاعضاء، نقل الاعضاء فضل فتره طويله ان هو ايه، ان هو بيطلع فتوى على اساس ان هو يطبق ان هو يحل، فقعدنا فتره طويله هل الفتره دي وحل وكان حلال يعني، طب ما الفتره دي كان في ناس ما استفادتش منها، هل الاسلام كده بقى عاقل؟ تمام. حاضر حاضر حاضر. في اي اعتراضات؟ لا مش هسمعك انت، لا انا عارفك كده هسمعك في البيت. اتفضل. عايزهم يجتمعوا يعني يبقوا كويسين وسط الزخم اجتماع كلهم يجتمعوا او لا يجتمعوا ده موضوع وكلهم يطلعوا نتيجه، فانا بتكلم في النتيجه كويس. مش نافعة في مصر ارض الله واسعه، اين عمق ارض الله؟ كوكب كله طيب كفايه كده عشان اتفضل. انت هخليك للاخر مش هخليك تتكلم دلوقتي، بس يعني ايه، انا عشان عندي وقت ضيق فانا هجاوب الاسئله دي الاول، وغالبا مش هقدر اسمع حضرتك كما هو واضح مع الاسف، فانا اسف. انا قلت لك اول واحد، انت اللي يعني انا فضلت الاخرين. اشكرك، ربنا يبارك فيك. بصوا يا اخواني، اولا انا اسف جدا انه نظرا لضيق الوقت ساضطر للاجابه اللي هي مش وافيه، ولكن اللي توضح بقدر المستطاع، لان مع الاسف الشديد انا مضطر للانصراف. يعني الاسلام كنصوص فعلا هي مقدسه، ايه حاضر يا رب، حديث حاضر يا رب، مش عايزه كلام. انما بقى انا عشان اطلع من الاسر بتاع ان الايه والحديث مقدسين اقوم ايه اقول لك ايه؟ اقول لك بس بفهم مين؟ فهم ده ولا ده ولا ده؟ طب فهم الازهر ولا الجماعات الاسلاميه ولا؟ طبعا تسمعوا الكلام ده على طول. اخر وفصل الخطاب كما قلت لكم، مع ان الكلام ده يستحق لقاء مستقل مطول ورائع وهايل يعني نتكلم فيه، وانا سبق انه حدثت يعني مناظره مع بعض يعني المع الاسماء في هذا المجال اللي هي بتتكلم عنه، ومناظرات مسجله وموجوده اظن تقدروا ترجعوا لها، موجوده يعني اسماء بس مش عايز اتكلم عنهم دلوقتي، لكن يعني معروفين. انما انا هقول بند واحد بس عشان ابقى جبت من الاخر، وهو انه طب زي بعضه الناس مختلفين في المفاهيم، في الاخر ما هو الاسلام؟ هو الحد الادنى اللي هو غير مختلف عليه، القاسم المشترك. الناس اختلفوا على 15 اختلاف، لكن في الاخر في جزء ما فيش اختلاف. يعني مثلا الزنا في حد قال انه حلال؟ ده اسمه الشرعي واسمه الحداثي، اسمه الشرعي المعلوم من الدين بالضرورة، واسمه الحداثي
القاسم المشترك، الحد الأدنى، هو ده اللي الإسلام السياسي والمتأسلمين هو ده اللي هم عايزين. يقول لك أنا بس مش عايز غير المعلوم من الدين بالضرورة. الخلافات دي يا سيدي أنا خلاص هاخد أقل حاجة فيها، مش عايز حاجة. إنما هم بقى عايزين يقول لك إيه، عشان أقول لكم يعني، يقول لك إن الفقهاء اختلفوا في الموضوع الفلاني على ألف وبه وجيم، فيا ترى أنا هستطبق ألف ولا بيه ولا جيم، ويروح هو عايز يخلص من كده إلى إنه ما يطبقش ألف وبيه وجيم كلهم، مش يطبق الحد الأدنى. يعني واحد مثلا أضرب لكم مجرد مثال، يعني واحد قال إن السجاير حلال والتاني قال السجاير حرام، واحد قال الموسيقى حلال واحد قال الموسيقى حرام، واحد قال مش عارف إن إيه الرسم معرفش إيه حلال وإيه حرام، ما حدا ممكن تاخد بالحلال خلاص ماشي، ما هو لانه ده في فقيه معتبر قال بهذا. انما لما يجي مثلا في الحجاب، حجاب المراه، ما حدش ابدا قال ان الحجاب ما هوش فريضه الا الصحفيين بتوع روز اليوسف. انما ما فيش علماء قالوا، يعني لا يوجد ولا واحد، مفيش حد قال كده خالص. مين اللي قال كده؟ ناس من الجماعة اللي بيكتبوا في الجرايد دول بس، واللي عنده غير كده يقول لي لا فلان الفلاني، مفيش فلان، محدش قال. فبالتالي انت مش عايز هتطبقه ازاي، دي حاجة تانية، هتطبقه ازاي دي حاجة تانية. انما انا بكلمك على المبدأ بس من غير تطبيق خالص كده. فما يقولولكوش الاسلام بتاع مين، الاسلام اللي هو بتاع حضرتك، الحد الادنى اللي مفيش حد غيرك بيقوله، بس عالم مش واحد من عرض الطريق. النقطة التانية اللي قالوا ان احنا بنحب الاسلام قوي ونفسنا الشريعة قوي والمنهج قوي وكذا، ولكن التطبيق ازاي؟ لك حق، المبدأ غير التطبيق، والمبدأ غير طريقة التطبيق. طريقة التطبيق مش انه الاسلام اكتمل اروح جايب اطبقه كله كلا واحدا، لا، الاسلام له حتى في التطبيق طريقة. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل انت رايح للناس الفلانيين اخبرهم ان الله قد افترض عليهم نمرة واحد كذا، فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم نمرة اثنين، فان هم اجابوك فاعلم. له طريقة، الطريقة دي برضو لوحدها محتاجة محاضرة كاملة. انا اقول لكم الشريعة الحلوة قوي 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 لها طريقة في التطبيق بالشريعة برضو، مش بفكر حديث ولا حاجة، بالفكر القديم، كتاب الأحكام السلطانية، الاسم القديم ده لما تيجي ترجمه في العصر الحالي اسمه أحكام السلطة، أحكام السلطة، أحكام الحكم، في كلام ده لما تقراه تقول يا سلام إيه التيسير ده، معقول بالسهولة دي؟ فأنا عايز طبعا أنا ما جاوبتش على السؤال لأن الإجابة محتاجة محاضرة، إنما أنا قلت ملمح، وهو إنه فعلا مبدأ التطبيق غير كيفية التطبيق. ولذلك اللي قال ان انا فكر من يطالب بالتطبيق يخيفني اقول له وانا ايضا اذا وجد ما يخيف فانا معك في انني اخاف منهم، ولكن هم لا يقولون ما تتصوره. وعشان كده قلت المناقشة لانها تبين انه ما من تواد ورحمة وبساطة وتلمس، شوف الفقهاء السلف الصالح يقول تلمس طاقة البشر، تلمس طاقة القبول، انما احنا ولا بنقرأ اسلام ولا عارفين فكرة، عشان كده بنقول من عندنا. ولذلك اللي قال يا ريت احنا عايزين نرجع الاسلام، بس يا ريت لما نيجي نرجع الاسلام يبقى باستراتيجية وبطريقة، لانه الاسلاميين انا حاسس انهم فرضين عضلاتهم، مش فرضين عضلاتهم الا في المبدأ انه نحن نريد الاسلام، انما في التطبيق بالعكس، التطبيق ضد فرد العضلات. الرسول عليه الصلاة والسلام لقى واحدة بتعمل حاجة زي مثلا انها بتلطم بتصوت عشان ابنها مات، فقال لها حاجة زعقت له، عمر بن الخطاب قال لها فقال له دعها يا عمر سيبها، ده لسه المسألة جديدة وقريبة مش هينفع. ايه ده؟ طب يا رسول الله ده انت اللي قايل ان ده حرام، سيبها ازاي؟ تلمس طاقة البشر. يا عائشة لولا ان الناس دول لسه طالعين من كفر جديد وهيقولوا ايوه يا عم الراجل جه مسك مكه اول حاجه عملها هد الكعبه، فهمت غرضه بقى؟ لولا كده كنت انا هدمت الكعبه وبنيتها صح لانها مبنيه غلط.
انما انا مش هعمل الصح، هسيبه شويه لحد طاقه البشر. فمفيش حد فارد عضلاته الا في المبدا، والحقيقه قد يكون التعبير احيانا يكون، انما صدقوني الحكمه والمنطق والبرهان والرحمه والجمال والشيء اللي ما حصلش كله في هذا المنهج، بس لو الناس يعرف يسمع، انما اذان عليها وقر مفيش فايده. هل دولة إسلامية أم مدنية بحرية العقيدة؟ لا، دولة إسلامية إذا كنت إسلامي، لأن الدولة الإسلامية المدنية من صفاتها، من شرائطها، من يعني إيه مدنية عندي أنا؟ مع إن المدنية ده تعبير كمصطلح غلط، أنا رجل قانون بقول لحضرتك ده مصطلح غلط، إنما يعني أهو اللي بيقولوه. المدنية معناها إن الناس هم اللي يختاروا حكامهم، سواء برلمان أو رئيس أو أي حاجة، وانهم يقدروا يحاسبوا حكامهم استجواب وطلب احاطه وسؤال وغيره، ومن اين لك هذا ونمره ثلاثه، انه يقدروا يعزلوا حكامهم ويبقوا متساويين بين بعض في كده. مفيش واحد يقول انا اصلي راجل مثلا عالم فانا صوتي احسن من بياع الليمون، لا، تساوي الناس في انهم يختاروا يحاسبوا يعزلوا. الكلام ده من مخالفته حرام اصلا، فدي المدنية من الناحية دي. إنما كون إن يبقى الكلام مبني على احتمالية الاستبداد، وعلى فكرة الإسلامية نفسها اختيار بشري، ودي النقطة اللي الناس كتير مش واخدين بالهم منها، إن الإسلامية معناها الناس أسلموا، هو أنت أسلمت بالعافية؟ ما أنت مسلم. فالإسلام اختيار بشري، ومع ذلك كل عنوان من ده محتاج. وطبعا أنا شايف بعض إخواننا الكرام اللي موجودين معايا كل يوم سبت احنا بنتكلم في هذا، في مسجد في ميدان الدقي اسمه أسد ابن الفرات، والله بعد العشاء لغاية دلوقتي، بس يعني احتمال نخليه بعد المغرب بعد أسبوع كده، لأنه في ناس بتقول بيحبوا يروحوا بدري، فإن شاء الله دي موضوعاتنا هناك في ميدان الدقي في مسجد أسد بن الفرات، وفي كراسي للي عايز يقعد على كراسي، في كراسي وفي مكان للنساء وفي عصير في الكشك اللي جنب الجامع. لا 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 خلاص مش هقدر، معلش، لا لا ولا حاجه خلاص، انا لازم، انا الحاجه الوحيده اللي فاضله ان انا امشي، فمعلش. فهل دوله اسلاميه ام مدنيه؟ لا، هي دوله اسلاميه اذا كنت مسلما، انما دوله، انما واحنا ناس. وعلى فكره مش كنتوا في ثانوي انتوا ولا ايه؟ في ثانوي كانوا بيوزعوا على الناس حاجه اسمها اطلس، افتح اطلس كده أول صفحة فيه تلاقي إيه؟ تلاقي أعلام دول العالم، شوف كده عدد الدول اللي حاطة الصليب شعار للعلم، كتير. إحنا بس مش مثقفين، إحنا مش فاهمين. العالم كله ماشي بطرق معينة، وإحنا فاهمين إن إحنا العالميين والإسلاميين دول هم المتخلفين، هم دول اللي مش فاهمين حاجة. لو ترجمنا بس دستور السويد والنرويج والدول اللي فوق دي، فنلندا والسويد بس، والله ده ممكن يبقى نشر، هو ده برنامج الاخوان والسلفيين، ويقول لك خد ده في وضع الدين عندهم. احنا غلابه، بقول لك القضيه قضيه ثقافيه بيننا وبين الناس دول، ما بيقروش ما يعرفوش حاجه لا عن الدين ولا عن الثقافه العالميه، وبيدعي. يلا معلش، كيف تريد الحكم وهم 30 فصيل؟ انا قلت لحضرتك بقى ان 30 فصيل هتبقى، ما هو اي حاجه فيها اختلاف الشرع بيقول ولي الامر هو الذي يحسم الخلاف. وفي نفس الوقت قلت لك الحد الادنى المساله واضحه، انما افرض في حاجه اسمها الجهاد والسلفيين والاخوان والجماعه الاسلاميه ومش عارف ايه وكده، وفي غيرهم يا اخي، في رفعت السعيد والسيد البدوي مش عندهم لجان دينيه ممكن يطلع دراسه تقول اقول والله دي دراسه كويسه، مع ان ده مش ايديولوجيتهم، لكن هو لقى هجمه الاسلاميين فعمل بحث بقى كويس عشان يقنعهم، يمكن يقنعني اكتر حاجه والاقيه ابسط حاجه لطاقات الناس. مفيش اي مشكله. هم فاهمين، يقول لك احتكار الاسلام، وما فيش ولا اسلامي قال احتكار الاسلام، هم اللي بيقولوا كده ويردوا عليه، يقول لك هؤلاء يرون انهم يحتكرون الحق، ويقول ليس هناك احتكار للحق، اذا كان ما فيش حد قال كده اساسا. فسيبك، انا بقول لك دي مشكلتنا مع هؤلاء ثقافيه وليست اكثر من هذا. التبعيه الفكريه غير التفتح على الفكر الاخر؟ طبعا. طبعا انا لازم اشوف المناهج العالمية دي قالت ايه في جميع، طبعا تفتح، بالعكس ان انا اسمع، وقد اجد عندهم، لانه يا اخواني 95% من حياة البشر
الشريعة سمتها مساحة العفو والبراح كده بنص يعني بنص الآيات والقرآن 95% متسابلكوا يا مسلمين. فال 95% دي تفتح ثقافي على ثقافات العالم. 5% بس هي اللي بتقول لك ما ينفعش يبقى فيه شذوذ جنسي، ما ينفعش يبقى فيه خمره، ما ينفعش يبقى فيه زنا، بس ما ينفعش يبقى فيه ربا، ما ينفعش يبقى فيه قمار، ما ينفعش. انما تروح لاس فيجاس تعمل دي قمار، ولا يروحوا يعملوا في هولندا يقطعوا الحشيش على الرصيف زي البسبوسه زي خرط البسبوسه ويبيعوها للناس، ولا تبقى امريكا نصها ممنوع فيه الحشيش ولوس انجلوس وكاليفورنيا فيها حشيش ولا كده، ده عند الاسلام دي خربطه عقليه. انما لما تشيل الشويه الصغيرين دول الاسلام بيقول لك صراحه 95% من حياه الناس عفو يعني براح. انا بقول لك عفو اللي هو التعبير الاصطلاحي الاصولي، وبقول لك البراح التعبير بالبلدي. لو سمحتوا دوروا شوفوا الالمان واليابانيين والصينيين بيعملوا ايه وشوفوا احسن حاجه ايه، حاجه واضحه زي الشمس. والله الكلام ده كان ابويا الله يرحمه يا رب كان بيقولولي وانا في اولى اعدادي، ولذلك انا اتعجب لما حد يبقى فاهم غير كده، يعني حاجه عجيبه. انما عارفين ليه هم فاهمين غير كده؟ لانهم ولا بيقروا اسلام ولا بيقروا ثقافه العالم، لا ده ولا ده. دول ناس عاله على موائد، مش على موائد، على ما يتساقط من على الموائد من فتات. يقول لك يا امريكا روسيا كذا، لا الاسلام وبس فقط. وانا الملك فيصل راح نادي الثقافه، النادي الصحافه العالمي، مش هقدر احكي لكم القصه دي، بس راح نادي الصحافه العالمي اتكلم، راجل بجلبيه ودقن كده ولابس عقال وجاي من العالم الثالث عند الجمل والمعزه والصحراء والخيمه. فطلعوا له قالوا له انتوا معقول، انتوا همج، معنى الكلام ده انتوا معقول في المدنيه الحديثه والقرن العشرين وكده وبتقولوا كذا كذا؟ رد عليهم رد الله يرحمه، والله انا احسده ان هو سرعه البديهه جابته بهذا الرد. انا طبعا انا حكيت كثير اللي قالوه وحكيت الرد بس ما عنديش وقت دلوقتي، انما انبهر نادي الصحافه لحد ما الصحفيين الامريكان سقفوا له وهو يقول ان الشريعه افضل من امريكا، سقفوا له الامريكان وهو بيقول لهم ببساطه انتوا اللي همج وانتوا اللي متخلفين وانتوا اللي والاسلام هو المتقدم، فصفقوا لانه كان رائعا فيها. فيا اخي لكن يا اخي التفتح ده ضروره، يعني ده الحقيقه ضروره، ما ينفعش واحد يعيش دون تجارب الخلق، ما ينفعش. العلاقة بين كذا أين كذا أيها الإخوة، والله أنا كم كنت أتمنى أن أرد على هذه مسجد النور. موضوع إيه مسجد النور؟ أنا ما أعرفش حصل إيه النهاردة وما تحكوليش، ما عنديش وقت. إنما على كل حال في اللقاء الجاي نبقى نتكلم. الخاص بيا أنا زي ما أي تليفون بيجي لي يقول لي لو سمحت تعالى إدي محاضرة، تعالى أخطب الجمعة، جالي تليفون قبلها بخمس دقايق ما اعرفش عنه حاجة، وبعدها بخمس دقايق ما اعرفش عنه حاجة، بس. واللي طلع في التلفزيون ناس متزاحمة، لا حصل ده أنا شخصيا اللي شفته، لا في ضرب ولا حد رافع حاجة ولا حصلت مشكلة، ناس زحمة ويا فلان ويصلوا على النبي يا جماعة، بس خالص، ولا في الموضوع ولا حاجة. سيبك يا عم، ده نصب رسمي. أيها الإخوة، يشهد الله أنني أنزع نفسي الآن، وكم كنت أحب أن أجيب عن هذه الأسئلة الرائعة لولا هذا، وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة، ولكن اسمحوا لي لن أستطيع أن أتوقف لأصافح أحدا، وإلا فإني يعني كم أنا على فكرة عادة في أي لقاء آخر ما أفعله آخر واحد يمشي من اللقاء، يعني أنا ما بمشيش أبدا قبل آخر واحد ما يمشي، بس لولا الظروف فسامحوني مش هقدر لا اسلم ولا اتكلم. وان شاء الله اما ان نراكم في يوم السبت في مسجد اسد بن الفرات، واما لا ما حدش اتفرج يا اخي. السلام عليكم.